اهلا ومرحبا متتبعي قناه شوف تي في في هذا البث المباشر من دار بوعدنا. ما زلنا في دار بوعدنا ومازالين مع مافيا العقار اللي كيف كنقولوا بالدارجه دارت ما بغات في هذه المنطقه. السيد اللي معنا كان مقيم بالديار الاوروبيه، شرا ارض، جا كيتفاجئ بان واحد الشخص من هذه المافيا العقار انه احتل ليه الارض ديالو، وعيا ما يدير معاه بحلول وديه، عيا ما يهضر معاه، دار به شكايات، تيقول ليه كيف كنقولوا بالدارجه جري طوالك. الحقيقه غادي نعرفوها من عند المعني بالامر. مرحبا بك سيدي معنا على شوف تي في. عاود لينا الشريف، شنو المشكل اللي عندك مع هذا السيد اللي تقريبا هاد المنطقه كامله كتشكى منه؟ السيد هذا تنقولوا فيه حسبي الله ونعم الوكيل، لان هذا السيد هذا اول حاجه ما عرفنا شيء، هاد السيد منين جاب هاد الفلوس هادي؟ لأنه حتى واحد ما عمرو ما هضر على هاد السيد هذا ولا قال من أين لك هذا. هاد السيد هذا أنا شريت في 80، ملي شريت الأرض ديالي كانت الدنيا هانية، حتى العشرينات عاد ناض هاد السيد هذا شرا، وملي فاش شرا احتاج وزرب على الأرض ديالي أنا ودخلها لعندو. ملي فاش قلت له اش كدير الشريف قال لي جري طوالك. مشيت انا لعند السيد القيد، جا سيد الله يكثر خيره، صيفط معايا السيد هذا الشيخ ديال المقدمين، جا قال لي اودي هنينا من هذا الشيء هذا، انت كل مره مع واحد واش ما غاديش تنهي من هذا الشيء هذا؟ قال لي شنو المشكل؟ قال لي حيد عنا هذا الشيء هذا واعطي السيد الارض ديالو، رجع فيها بالطونوبيله وطيح هذاك الكرياج اللي كان دار شي هو كانوا وقفهم، عاوتاني من بعد منها مشيت انا بحالتي شهر من بعد منها، وعاوتاني رجع هذاك الكريج عاوتاني داروه الشباك وداك الشيء كله، ودخلني عنده المنبت ديالو اللي كان في دار بوعدنا. يعني خلاك غير مشيتي انت ومشى الشيخ وكيف كنقولوا بردات القضيه شويه ورجع عاوتاني رجع هذاك الشيء عاود. انا ما خلوني ندير لا كرياج ولا يديك ولا يخليك. المهم ناض هويا من بعد من هذاك الشيء كله، هويا من الفجر هذاك الشيء، مشيت عاوتاني لعند السيد القيد، قال لي سير لعند السيد الباشا. ملي مشيت لعند الباشا صيفط معايا عاوتاني الشيخ ديال المقدمين، جا عاوتاني هضر معاه بهذه الهضره هذه قالها، والتقليد ديال لا المقدم ولا الشيخ ولا القايد ولا الباشا، قال لي بحال هكذا اسيدي ما عندك حق تجي عندي لا انت ولا هذا ولا القايد ولا الباشا، سير اسيدي قلب على راسك وجري طوالك بالعربيه بحال هكذا قالها لي. يعني ما يعني هو تحدى القيد وتحدى الباشا. درت شكايه للمحكمه ما كاين لا جواب لا والو. ملي جيت هذا السيد هذا قالوا لي ما عندك ما تصور من عنده، ونظر عاوتاني الوقت الضيق اللي عندي انا يا مهاجر كيعطونا غير 15 يوم ديال الكونجي. ملي جيت هنا كنجري بحال ما كان فيني شي، واش هاد 15 يوم غادي نخرج بها ولادي او لا غادي نزور العائله ولا شنو هو؟ ما سكت بحالاتي وتنقولوا حسبي الله ونعم الوكيل في هذا السيد هذا. يعني هذا السيد هذا خدا لك ارضك وخدا لك حتى وقتك، يعني حتى الوقت اللي كتجي تبغي تستغل وتشوف كل شيء والكلام ديك الهضره ديال جري طوالك. وهذا السيد هذا عطاونا خبر ديالو بلي راه هو يعني عنده نفوذ في المحكمه، اللي هو ماشي غير انا بوحدي، راه واحد العدد ديال الناس. يعني هذا السيد معروف بهذا الشيء هنا، معروف بانه كياخذ ديال الناس وكيقول لهم جريو طوالكم وديروا اللي بغيتوا. هذا الشيء اللي كاين، هذا الشيء اللي كاين يعني، وهذه الهضره اللي تنقول انا راه في خبر الجامع، يعني لا في عمالات ولا ادارات ولا جماعه ولا في كل شيء عارفين هذا السيد هذا منين جاب هذه الفلوس هذو، وهذه المشاكل اللي كيدير مع عباد الله، وهذا الطغيان هذا اللي داير. يعني كيف كنقولوا انتم عارفين والديه، عارفين كل شيء، ولكن هذا والديه باه كانت ربت عليه براكه، فين كان عاطيه السيد ارض فين ساكن. يعني وهذا السيد هذا حتى ناض نوضه وحده، يعني من براكه تولى ولا هو باها ولا راه خصك تشوف يعني هاد المحطات اللي داير هو ديال التراكسات في الطرقان، وهاد المحلات ديال مواد البناء، وهاد الويل ديال المنابيت، هاد السيد هذا وعاد زيد على الاراضي اللي كدير لعباد الله، وراه ما خلا فين شرا، راه جرى
لا في الدار البيضاء ولا خارج الدار البيضاء. يعني كيف ما سمعتوا مشاهدينا، هذا السيد هذا داير ما بغاه هنايا في منطقه دار بوعلو. سيدي امامنا مهاجر ديال فرنسيه اسبانيا عفوا، شرا هاد الارض، جا كيلقى السيد داخل كيتغلى كيف كنقولوا بلا موجب شرع. ملي واجهو قال ليه انا ما كيهمني لا قايد لا باشا، ما كيهمني حتى واحد وما كنخاف من حتى شي واحد، دير اللي بغيتي. هذيك البقعه الارضيه شحال من عام هي عندك؟ وانا شاريها في 80، هو ما شرا حتى العشرينات ولا ما عرفتش اشنو. المهم شحال غادي يكون، 3 سنين 4 سنين من ورايا انايا، ماشي من ورايا انا، باش عام على باش عام على. يعني شحال من عام دابا وانت عندك مع هاد النيه نتاع؟ نعم؟ هاد النيه اللي عندك معاه شحال من عام دابا باش هو ولا كيشتغل انك انت ما كاينش في صافي مستغل هكذا كاين، ودابا باغي مازال قال لك باغي يشبر لي ارض اخرى عاوتاني اللي هي ديال الزوجه ديالي، حتى هي قال لك باغي يديرها مكازا ديال النجاره. وانت شاري كتقول شاري العسوم من عند عباد الله، شحال شاري؟ 400 500 600 متر، وجاي باغي تخشى معايا انا في 200 متر ما بين الديور. يعني هو كيستغل هذه النقطة لأن كيشري الأسهم على الشياع وكيبدا يمشي عند عباد الله صافي تيمشي، هذا هو حقي تيمشي يقصد عباد الله باش ياخذ من عندهم عاوتاني فلوس. واش عمرك شفتي شي واحد الإنسان اللي هو باني الدار ديالو السفلي والفوقي وخاسر عليها 30 ولا 40 مليون ويجي يقول لك دير معايا عقد بلي راه كاري من عندي، ندير معاه عقد انايا بلي راه كاري من عنده وفي الاخر يسكن يخليني نسكن عام ولا عامين ويقول لي خويا لي ارضي ما بغيتش نجدد معاك العقد. ولكن هي في الاصل هي ارضك انت، حتى انت شاريها، كيفاش انت ارضك شاريها وغتكريها من عند واحد؟ شاريها وبانيها، ماشي الا غير شاريها، شاريها وبانيها وعاد يقول لك انت تخلصني. لا حول ولا قوه. ايوا المنكر هذا وصافي، هذا السيد هذا ماشي غير حنايا، الناس شكاو به وداك الشيء كله، ولكن ما كاينش اللي صور منه لا حق ولا بطل. ودابا تنقولوا حسبي الله ونعم الوكيل في هذا السيد هذا، وتصابوا عندنا الاولاد وخليها الله وصافي. المهم داك الشيء كاين القانون الشريف، كاين القانون باذن الله غتاخذوا حقكم وغتاخذوا كل شيء ديالكم بالقانون. حنا مازالين معاكم، حنا كندعموكم، كنوصلوا الصوت ديالكم. حتى هو لا كان كيشوف هاد المباشر، كيشوف فيديوهات ديال شوف تيفي، فشوف تيفي حل ليه الباب انه حتى هو عنده الحق الا بغى يرد مرحبا به. حنا الباب ديالنا مفتوح، كيف ما خلينا الناس تقول وتدوي على حقها، حتى هو الا كان عنده شي ما يقول ولا شي ما يضيف فمرحبا به، كنضمنوا ليه حقه في الرد. ولكن من خلال هادشي اللي كيقولوا الناس فرا الوضع خطير وخطير جدا هنا في هذه المنطقه، منطقه ديال دار بوعده، الوضع فيها جد خطير. السيد اللي امامنا مقيم في ديار اسبانيا، الارض اللي عندك انت حداها هو شي ارض ديالو دير فيها محل ولا اش دير؟ هو كاين عنده محل ديال في انتباع الياجور، ودار دار من بيت وجات عندي انايا، عندي حتى انا 200 متر، وهذيك 200 متر شدها دخلها لعندو، وانا ما خلوني ندير لا كرياج ولا قنبه ولا عود ولا حتى حاجه. وهو دابا راه دور بها صور تما كاين طلعوا بالحجر ومجرب عليه ودخلوا لعندو. كيف كنقولوا بنهار بنهار وما كاينش اللي يهضر ولا اللي يتكلم والو. راه قلت لك راه دار محطه ديال تما كاين ديال الياجور، وعاوتاني زاد المنبت، وعاوتاني زاد البقعه ديالي انا دخلها ضمها لعندو. وكيف قلتي انك مشيتي درتي به شكايه عند القايد؟ جري طوالو بحال ما هكذا بهذه الهضره هذه، بحال ما هكذا جري طوالو. يعني حتى الناس ديال السلطه ما حشمش منهم كيف كنقولوا والو، ما حشمش منهم ولا قالوا لي كتب دير الدعوه في المحكمه، اش كيبيه لعند السيد الوكيل. انا درت دعوه لان دابا جيت ما بخبريش باش غادي نجي لهنايا، عندي اوراق باللي راه درت الدعوه في المحكمه ولكن ما كاين لا جواب لا والو. وما تبعتهاش انا، ما تبعتهاش انا، لانه انا كما قلت لك نظر لي ضيق اللي ما مساليش ليه، يعني 15 يوم راه ما كافياني شي هنايا. يعني الله يكون في العون، الانسان جاي يشوف عائلته، جاي يشوف حبابه، حتى كيلقى راسو في المحاكم وكيلقى راسو. ايوا قد جري هنايا، ايوا هذا الشيء اللي عطى الله، والله ياخذ الحق. شنو الرساله اللي تبغي توجه للمسؤولين؟ ديالي هذيك الساعه كاين
مخازنيه كاين سوتو اللي يجيو يحيدوا لي داكشي يطيحوا ليه ويخلوني نزرب انا كما زربوا نزرب على الارض ديالي باش تبقى محفوظه. خليت نالتك واضحه، نتمنى ان هاد المشكل هذه دار لي حل عما قريب ان شاء الله. كنطلب والله يوقفوا عند حدو، لان كنشوفوك انت مثلا ارضك ها هو خداها لك، انت الوقت اللي غادي تبغي تشوف فيه الاهل والحباب والاقارب ما كاينش الوقت وترتاح فيك القرار انك مضارب ما كاينش الوقت اخويا. وشحال يعني 15 يوم في هذه الدار، شوف تخدي فيها المسائل ديالك ولا الشغل ديالك ولا تزور العائله ولا تشوف ولادك ولا تبارك الله سبعه ديال الاولاد. المهم 15 يوم ما كان فينا شيء وما عندنا ما نقولوا، لانه هذا وكنشوفوا ناس اخرين. شفنا واحد الحاله اخرى اللي جابنا ليه في ارضه كراها على قبل باش يدير بيبينير تلقى فيها حوايج اخرين وثلاث عقدهم بغاش يخرج. شفنا ناس شرا الارض لاحداهم ودخل على ارضهم كيقول لهم غادي نخرجكم من ديوركم كاع. يعني هذا بغى يلوح الناس في الزنقه، بغى عباد الله قاتها في القوت اليومي ديالها. الناس المهاجرين انتوما راه وصلنا عليكم سيدنا، يعني انتوما اش غنقول، يعني انتوما من الاولين خاص حقكم تحمل انكم ما كاينينش هنا. انت ارضك ما كيف قلتي انت ما واقفش عليها وما كاينش اللي قابلها لك. يعني لا حول ولا قوه الا بالله. مشاهدينا كنتمناو انه يدار حل لهاد الملفات هادو، لانه طفح الكيد. هاد السيد هذا راه هنا راه على ما كيقولوا الناس وعلى ما تنتجنا هاد الشيء اللي كيدير فيه راه بزاف. انه كيف قلت باغي يخوي عباد الله من ديورهم، باغي يقطع الرزق ديال الناس. هاد السيد مثال ديال المهاجرين ولا كيجي مقابلو غير هو. فكنتمنوا بالمسؤولين انهم يحركوا هذا الملف ديال هذه المنطقه، يجيو هنا يشوفوا شنو كاين. مشاهدينا بهذا نكون وصلنا لنهايه هذا البث المباشر، نتلاقاو في بث مباشر اخر ان شاء الله. دمتم بخير.